اول حاجه هنعمل دجاج بالبشاميل، ودي من الوصفات المفضله عندي. علشان نعمل الدجاج بالبشاميل عندنا هنا فراخ مخليه من الجلد والعظم متقطعه شرايح، سواء كانت صدور او وراك او الاثنين على بعض، شرايح من الفلفل الاحمر والاصفر والاخضر، شرايح من البصل، دقيق ولبن او حليب يعني، وملح وفلفل وزبده، رشه جوزة الطيب ورشه قرفه، جبنه مبشوره مشكله، انا عندي هنا موتزاريلا وفلامنكو وتشيدر احمر، انتوا حطوا المتاح. وعندنا كمان كريمه، البديل بتاع الكريمه معلقتين من القشطه او معلقتين من وش اللبن، مفيش مشكله، مشوا اموركم يعني، اللي موجود هيسد. ممكن كمان جبنه كريمي بدل الكريمه لو عندكم. طيب ايه اللي هنعمله؟ اول حاجه هنبتدي نسوي الفراخ الاول، فانا هاخد من الزبده بسم الله في الووك اللي انا مسخناها هنا، ونرفع بقى النار خلاص كده اهي. الناحيه الثانيه هحط برضو يعني هشغل النار لان انا مش مشغلاها، هنزل هنا الزبده على الفراخ، هحط ملح، فلفل اسود، جوزة الطيب، قرفة، وهاخدها على الزبدة اللي في الووك هنا وانزلها، وما اقلبهاش عشان ما تنزلش ميتها، خليها كده لحد ما ايه تاخد لون حلو كده ولذيذ. الناحية التانية في الحلة حطيت الزبدة، انزل عليها لكل كوباية من الحليب او الكريمة او الاتنين مجتمعين معلقة كبيرة من الزبدة، عليها معلقة كبيرة من الدقيق، يتحمصوا هنا مع بعض كويس جدا، ما غمقهوش قوي عشان البشاميل ما يطلعش غامق، وفي نفس الوقت ما سيبوش ني عشان الطعم يطلع احلى واحلى. فانا هنا بقلب كويس قوي الزبدة مع الدقيق، هقوم واخده اللبن الحليب، بسم الله الرحمن الرحيم، اللبن الحليب يكون في درجه حراره الغرفه، لا ساقع ولا سخن، انزل ايد بتنزل وايد بتقلب لحد ما اتاكد ان الدقيق فك خالص، زبده، ملح وفلفل، قرفه وجوزة الطيب، فراخ شرايح مغسوله كويس جدا بالفلفل والليمون مع الطحينه، وبعدين اتشطفت كويس قوي قوي واتصفت تماما. وزع كده عشان كل حاجة تاخد ايه راحتها في التسوية. هنا زبدة مع الدقيق اتشوحوا كويس قوي، نزلنا لهم الحليب، شايفين فكة ازاي خالص تماما اهو، وبنقلب لحد ما يبتدي يتقل. في الوقت ده هننكهه، لو بنعمله للحلو هنحط فانيليا، هنحط شوية سكر، بنعمله للحادق يبقى هنحط ملح، أنا بحط فلفل أسود، في ناس ما بتحبش الفلفل يبقى باين في البشاميل فبتحط فلفل أبيض، رشة قرفة ورشة جوزة الطيب اللي أنا بسميها في المقدار بتاعي نقطة، اللي هي يعني إيه ذرة كده، رشة بسيطة قوي كده بتدي ريحة حلوة قوي بس ما تبقاش نكهة طاغية قوي. وقلب تاني، بدأ يتقل اهو، بدأ يتقل كويس جدا، اقوم منزلة عليه نص كوباية الكريمة او معلقة القشطة او معلقة الجبنة الكريمي او من غير خالص، برضو حلو لان احنا خادمينه كويس، حاطين له منكهات وحاطين له زبدة وحاطين له لبن كامل الدسم، فما فيش مشكلة لو ما حطيناش حاجة. كويس كويس قوي، ولسه هندلع الدنيا دلوقتي ونحط جبن وكده، فيعني الكريمه ما تشغلكوش قوي الصراحه. يلا يا فراخ، حلو قوي، خلوا بالكم هتلاحظوا ان كميه الفراخ قليله جدا، بس انا هزودها وهكبرها وهكترها بالخضروات، فبتبقى لطيفه قوي ان انا ابقى عايزه اعمل صينيه للعيله كلها وما عنديش غير صدرين فرخه او نص كيلو فراخ بانيه اللي هي فيليه يعني، وعايزه اعمل بيهم وجبه. الطريقه دي لطيفه قوي عشان نكتر بيها الاكل
وفي نفس الوقت بطريقه صحيه، لان كل اللي احنا حاطينه دول عناصر غذائيه، ما هواش يعني بنكتر الكميه وخلاص. حطينا البصل، اخذ تشويحتين، نزلنا الفلفل الالوان اصفر واحمر واخضر، قلبنا. طبعا انتوا عارفين بقى ان انا ما بحبش اموت الحاجه قوي، وخاصه انها لسه هتخش الفرن، فانا هنا يا دوبك بدي التشويحه اللي تديني نكهه حلوه، وانا كده عندي الفراخ مستويه 3 ارباع سوا، مش سوا كامل عشان ما تنشفش مني في الفرن. كمان البشاميل بتاعي جهز، يبقى هرفع من على النار. اروح هناك اخد الفراخ في الطاجن او الصينيه او البايركس او ايا كان الحاجه اللي انتوا يعني هتستخدموها، مفيش مشكله خالص. اهو الوصفه دي جميله قوي يا جماعه، يا ريت الناس كلها تجربها لانها فعلا لطيفه جدا. هاخد عليهم صوص البشاميل. طبعا نلاحظ ان صوص البشاميل مش خفيف ومش تقيل، القوام وسط، هو ده القوام المظبوط. ليه؟ علشان لسه هيتقل في الفرن مع الحراره بتاعه الفرن، ويرجع يتقل تاني مع الحراره، مع ان احنا نطلعه ونسيبه يرتاح، فما يبقاش محجر. ماشي، شويه جبن كده من الموجود، الجوده بالموجوده. عندي حته كده من الموتزاريلا، ماشي، فلامنك، تشادر، جبنه مدخنه تبقى حلوه جدا مع الوصفه دي. اللي موجود عندكم حطوه. شوفوا انا حطيت معلقه كبيره من كل نوع، اللي هي شريحه واحده من كل نوع، فيعني ما فيش مشكله خالص، ونوع واحد كفايه. بس نشطف ايدينا وبعدين ندخل الايه، الصينيه الفرن. فرن حار، لاني انا يا دوبك بسوي الفراخ التسويه الربع الاخير وبسيح الجبنه، فمش محتاجه يكون الفرن يعني مده طويله، فده فرن حار 190 200 فوق وتحت شغالين، هتاخد ربع ساعه لتلت ساعه بالكتير جدا وتطلع. زي ما قلت لكم تقدروا تسلقوا مكرونه، تسلقوا لازانيا، تسلقوا او تسووا رز وتحطوه من تحت، فتبقى وجبه متكامله ما تعملوش جنبها غير السلطه والشوربه.